صباح الياسمين، صباح ثلج، صباح اللون الابيض، صباح البياض. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واو، صبحنا عاوتاني اليوم على واحد اللون ابيض، كلشي ابيض هكا مغطي بالثلج، وهادشي راه عاد رحنا في الربيع. سبحان الله، والله الا سبحان الله، رحنا في الربيع. فراس العام ما كان لا ثلج لا والو، دابا كاين الثلج تبارك الله. هاد السيمانه هادي والسيمانه اللي داز طاح الثلج، يعني انت كنفيقو كنلقاو كلشي بيض. هو زوين الثلج غزال تكوني جالسه في الدار، ولكن ملي كتكون قابض الطريق وصايق صعيب بزاف، يعني خصك ترد البال. المهم انا صراحه ما كيعجبنيش نسوق منين كيكون الثلج، ولكن كنكونوا مضطرين اننا نسوقو. ملي كتكون جالس في الدار وقابض واحد داير واحد البرد ديال اتاي ومقابل الثلج قدام هكا قدام السرجم، تتجي زوينه السخونيه في الدار والثلج برا. ايوا الحمد لله على كل حال. ضروري ضروري من العمل، ضروري نخرجوا نخدموا ضروري. انا عرفتي خرجت الصباح باش نجيب، حيت هاد النهار هذا خدامه العشيه باش ندي ريان. دابا نوريكم، راه صورت الطوموبيل لقيتها كلها بيضه، ولاني ما صورتهاش، صورت غير ديال جوزي. لقيتها كلها بيضه، مع ما كنبغيش ندير دابا في الكراج، كنقول ما كاينلاش كيتكرفص مع كنكونوا غاديين في الطريق وكلشي كيكون مخلط مع الثلج والملح هاد اللي كيرشوا. عرفتي الكراج كيولي حالته، قلت ماشي مشكل نخليها قدام الكراج، وديك الساعه جوج دقائق ديالها هي نسوقها، ماشي مش دغيا كيتحيد الثلج منها. اي كنديماريها كندير الشوفاج صافي، هو جوج دقائق ديالها ها هي تحيد الثلج كامل. الله على جو وزوي. وانا عرفتي جالسه هنايا في الشرجم مازال ما فطرت، يلا جبت ريان، اديت ريان للمدرسه فطرتو بدلت له كلشي. ايوا قلت نجي نصور واحد الفيديو قصير، وديك الساعه عاد نمشي نفطر. وني عجبني هذا المنظر هذا، كيعجبني نقابلو من السرجم. سلام، راه كيطيح، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، كيطيح تبارك الله كيطيح الثلج. نشوف نصوروا لكم من الجهه الاخرى. هندب من هاد الشيء هادي تيبان مزيان، كيعجبوني دوك العريشات ديال الشجر هكا كيكونوا كلهم بيضين كيحمقوني. شو الزيتون، شو غرسة الزيتون، اسمعوا اسمعوا العصافير تزقزق معرفتش كيبان الثلج كيطيح ولا لا. لا بغيت نشدو كوك. يعني الوليدات كيكونوا فرحانين بزاف بهاد الجو هذا. انا كيعجبني صراحه هاد الجو ديال الثلج هكا، ولكن كما قلت لكم نكون جالسه في الدار. يا سلام، ندير لكم واحد الموسيقى مع هذا الجو تكون هادئه هادئه. المهم غنشوف شي موسيقى نديرها لكم مع هذا الجو هذا. سبحان الله، غادي وكيتزاد غادي وكيطيح كثره. يا سلام،
وانتم شوفوا الطوموبيل ديال جوزي كلها مغطيه بالبيض، اصلا غتبقى هكا لانه هو مشى للخدمه وعنده الطوموبيل ديال الخدمه، لان في الخدمه داير ليه طوموبيل، يعني ما كيحتاج الطوموبيل ديالو، كتبقى غير بحال هكا للصخره اولا الويكاند بحال هكا. هذا المنظر مقابل مع الدار، شوفوا طوموبيلتي انا راه اصلا ديت رايان هنا وجبتو، راه حيدت من هاد الثلج، ولكن هاد الشيء القدام كيبقى. كان عليا نصور لها ليكم، انا ديالتي كانت عامره اكثر من ديال جوزي كانت عامره. هاد الشيء كامل راه قدام الدار، شوف هذيك البلاصه اللي ما فيهاش الثلج راه هي اللي كانت فيها الطوموبيل الخدمه ديال جوزي، يعني الليل كامل ما وصلهاش الثلج، منين مشى هويا بقات بلاصه هذيك البلاصه نقيه ما فيهاش الثلج نهائيا. وهنا دابا غنخليكم مع واحد الاغنيه ديال فيروز، نتمنى تعجبكم، ولكن قبل غنقول لكم بسلام عليكم. نتمنى تدوزوا نهاركم مليء بالسعاده وبالافراح، واي حاجه تمنيتوها تقضى لكم يا ربي، اي حاجه حطيتو فيها يديكم ربي يسهل لكم عليها فيها، وحتى انا معكم كذلك ندعي حتى مع راسي حتى انا يلا بسلام عليكم حتى الفيديو المجي ان شاء الله. باي باي، بوسه 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 كبيره لكم، باي باي. الدفاتر بإيديهم وانكتبوا بالدفاتر، والحب مسافر بعينيهم ولا عمر شراع مسافر. أخذوا الدفاتر بإيديهم وانكتبوا
حكاية
Okay.